السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. بس صوتك ناقص، علي شوية. لا صوتي عالي. ايه هسه توعي. اتفضل، ما هي شو هي العلامات الموضوع؟ الدالة على وجود الإمام؟ زي اعطيت العلامات، بس اذا تعطيني العلامات على ظهور المسيح. علامات على إيه يا حبيبي؟ ظهور المسيح. ايوه هقول لك انا. اولا احنا مش مستنين المسيح، تمام، ولا منتظرين لا المسيح. لا لا، على ما قبل اسمعني، المسيح، انت هو سالتني المسيح أما سؤال، انت قبله. سالتني سؤال فخليني انا اجاوب. الان نحن لسنا بانتظار المسيح، ولا قلنا ان الامام ان المسيح نعم، هو امام الان، بس وليس. لو أعتقد سمحت خليني اسمع، خليني اتكلم واجاوب. لو سمحت، قبلك لو بالفعل سمحت كانوا خليني اجاوب، يتبعون. لو سمحت خليني اجاوب، يلا يلا تمام. كمل كمل. ايوه، فلما ما تقعوش اي تفضل تغلوش وتشغب، ولا تغلوش ولا تشغب. اسمعني، انت قلت يلا اعطيني ابدا العلامات. سوي كمل. اسمعني، انت قلت اعطيني العلامات الان على ان المسيح موجود. اولا نحن لم نقل ان المسيح موجود نعم، بيننا، ولكن المسيح موجود عند ما الله، موجود الان بل رفعه الله اليه. عند الله. يبقى موجود عند مين؟ انت قاعد تفهم؟ موجود عند انت مين؟ قاعد تفهمني؟ بص، اقول لك احنا بانتظار المهدي، احنا بانتظار المهدي قبل النبي محمد، قبل النبي عيسى، كانوا ينتظرون المسيح. كانوا اعطيني واحدة واحدة علامات واحدة واحدة على واحدة واحدة ظهور واحدة المسيح. واحدة واحدة. ايش دخل السؤال اللي انت سألته؟ ايش دخل السؤال اللي انت سألته؟ انت كده غيرت السؤال. احنا مو اسمع تعترف اسمع الاول ان اسمع انت غيرت زين، السؤال، اصل بهت في احنا السؤال الاول. بانتظار، بس واحد، بهت اسمع في السؤال الاول فغيرت السؤال. تعترف الاول ان انت بهت في السؤال الاول، لا فبعدين حبيبي عايز تغير السؤال. ادري قلت سؤالك ما كانش كده، انت قلت ما هي العلامات على وجود المسيح؟ والمسيح اصلا مش موجود هنا، المسيح بل رفعه الله اليه، تمام؟ لا لا ونحن لسنا بانتظار لا لا، المسيح. ظهور اسمعني المسيح، اسمعني، ظهور المسيح. تمام؟ هسه بس بدي اسالك سؤال. اسمعني، لا ما انت هتسال انت سؤال تاني، احنا ما خلصناش يلا من كمل الجواب الاول، احنا ما خلصناش من الجواب كمل الاول، كمل هتسالني سؤال يلا. تاني عشان تغطي. اسمعك يا لا ابني غلطتش، اسمع، لا اسمعك اله الا الله، والله لا خليك تسمع غصب عنك. ادينا انا بقى اللي نصيت عليك الصوت. سبحان الله. يقول لك العلامات على ظهور الامام. جميل قوي. العلامات على ظهور الامام احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ظهور المسيح، احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المسيح سيظهر. ولكن هناك في اختلاف جوهري. انتم تقولون ان المهدي ظهر، وان المهدي موجود بيننا، وان من مهام المهدي هو الحفاظ على الشريعه الاسلاميه، وانه القدوه والقائد الان، مش الان بس، ده من 1300 سنه القدوه والقائد. فلما انا اسال ما هي العلامات الداله على وجود المهدي الذي قلتم انتم انه موجود الان، فليست هي على ان المسيح سيظهر في يوم من الايام او في اخر الزمان مع اقتراب قيام الساعه. فالسؤال بيختلف عن السؤال، ومش مشكلتي ان انتوا شويه جهله. اتفضل بقى. انت فكرها بعقلك، فكرها بعقلك. اذا صدق، اذا صدق الامام المهدي ميت، صدق ميت، رب العالمين اذا صدق يا حبيبي، الى الامام المهدي عليه السلام ميت، صدق ميت يعني. زين اول شيء اذا سوى العزل، لو لا الامام، اثنان، لو الامام المهدي لا صدقي رابع، ميت، اختفى لو الامام. صدقي ميت، لو الامام المهدي ميت الى ميت. هسه انت تموت يا الى ابني، انت قلت ميت اسمعني تموت بس، كده اسمع، تموت افهموا الى الاول ميت كده السؤال، تموت. افهم السؤال الاول عشان تعرف تسال انت على الاقل او بتساله تجاوب. لا اله الا الله يا ابني، بطيخ والله العظيم بطيخ، اي بذره في اي بطيخه. المهم السؤال دلوقتي، انتم تقولون لا بد للامه من وجود امام معصوم، فسألناكم ليه الإمام المعصوم؟ قلت عشان يحمي ديننا، وعشان نطمئن إلى كلامه، ونطمئن إلى الصادر منه، وأن يحمي الأمة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقود الأمة لكل خير، الكلام ده كله. فأنا دلوقتي عايز أعرف أين وجود المهدي، العلامات الدالة على وجوده الآن، يعني أعرف إزاي إن هو موجود الآن. فهمت السؤال؟ يا رب تكون فهمته. اتفضل. تشد بالرؤية اللي طلعت، يعني الرواية قالها النبي محمد ان الملك سيظهر، الحديث روح يا ابني، روح يا ابني.